بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن درس مهم جدا وهو الرعاية التمريضية بالحامل التي تعاني من تسمم الحمل ما قبل الإنكليميسيا. وتحدث عدة عادة يعني عدة أمراض من هذا النوع للحوامل، تحدث عادة في الشهور الأخيرة من الحمل بالأعراض التالية، مثل قد تظهر أنواع من الصداع الشديد للمرأة الحامل، وأيضا قد تظهر اضطرابات بصرية عند الحامل، يعني قد يحدث قيء شديد جدا في الفترة الأخيرة، قد تكون أسبابه هو تسمم الحمل. وأيضا آلام في القسم العلوي من البطن جنب المعدة، وأيضا قد تحصل اضطرابات الأطراف مثل تنفخ أو حبوب أو أي نوع من أنواع الاضطرابات، أو حكة أو نوع من أنواع الأمراض الجلدية مثلا، وأيضا ارتفاع ضغط الدم أو مثلا تورم الأطراف الوجه، قد يحصل شد في الوجه أو تورم في الوجه، وقد أيضا يعني ووجود نسبة عالية من الزلال في البول، قد يعني ينتج الجسم أنواع كبيرة جدا من الزلال في البول بشكل مركز، يجب مراجعة أخصائي النساء ومعرفة الأسباب بسرعة. إلى هنا انتهى الدرس، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.